عارفة يا حبيبتي، أنا لو مكانك ما أعملش كده. ما هو أنت مش مكاني فعلا، أصل أنت ما خسرتش كل حاجة، لا خسرت بلدك ولا أهلك ولا شغلك ولا صاحبة عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد أول حاجة عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على أول واحدة شافها، باللي أنت عارف هما بيتسموا إيه. ممكن، ممكن جدا، بس لازم تعرفي ان كل راجل لينا ذواته، لازم انت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لانه في الاخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي، بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغايه الاخر. واضح ان انت متضايقه، والدقيقة دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الأغاني ده، وخلينا نفصصها بالعقل. انتي هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليكي، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. ايه بقى؟ راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان ان انا ضعيفة، لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوي، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ ولا هايدي ونادر؟ هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك. انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه اشتغلي وتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله، اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشتغلك. انا عرفت 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 انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجعه مصر ليه؟ اتفضلي. شكرا. يور ويلكم. يور ويلكم. يا بنت انت مالك بس، فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعده كده عامله زي السنه. يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ ابعدي ابعدي. هي كورية زمانك؟ نعم يا اسطى. شكرا. اسمعني، انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجه. قولي له قولي له جيب لي بس يتوصل يشيل منها التوم، تومنا كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس، غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي، تعالى وخلصني. مجنونه؟ جن لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليك مطرحك. جايلنا منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت الغلس؟ بس اسكت. بس بدك اكبر قبتك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي؟ انا ناقصه. طمني يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، اللي تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس، لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما يا
ما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ايام ما تروح مني في شربة ميه كده. توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم. بس ربنا يقومولي بالسلامه يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاه الجمعه ان شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل الغلاب ابدا. يا رب يا رب انا ماليش غيرك. ما انت عارف. يلطف يا رب يلطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي روحي انت اقعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيما هنا للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا. المكان بوظ على الفقر ده وسبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله لا بينا ولا عليه من ساعه ما رجلها تحت خطة البيت واحنا المصايب نازل ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. بقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حرق قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس انا عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساس ليكي فيه ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه عبص ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس. اهدي، الناس عيانه الناس تعبانه. اهدي هو يا خير. خلاص يا بنت خلاص يا كوريا. يا كفر انا جعانه. يلا هتروح النار. يلا يلا يا سيدي. يا كفر وكلوني يا كفر انا جعانه. اتفضلي يا سندس، ما لقيتش غير المكرونه دي. كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه، خد اهو ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه كليها. مين؟ انا انا مشوكة يا جمالات. افتحي ما تخافيش. ثواني ثواني. اهلا يا تو. تفضلي. سلام عليكم. اهلا وسهلا. تفضلي. سلام عليكم. ازيك يا سندس؟ يوه، مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش، كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تو سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يعني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره.